هذا وتغلب أولمبي المدية على ضيف مولودية وهران بهدف دون رد من إمضاء اللاعب سبيع في الدقيقة 76 لحساب ذات الجولة، وبهذا يرتقي أولمبي المدية إلى الصف الثاني ب 28 نقطة مؤقتا رفقة مولودية وهران ووفاق سطيف. لا فيكتوار سيرتو على فريق كبير، الجمهور تاعنا اليوم خرج ناشط اولا بالفريق وناشط بهاد الامطار الغزيره اللي طاح على البلاد. تم الواقع حنا جد سعداء في هذا اليوم، قدرنا ربي قدرنا نحقوا لي 3 بوان دوميسيل هنا. ما يخفلكش بعد النتيجه السلبيه اللي درناها في بيتنا وين كان ليها الاثر السلبي علينا. تلعب قدام بيبليك كيما هذا الله يبارك يخليك تمد كاع واش عندك وتساعد الفريق باش يكمل في سلسله النتائج الايجابيه اللي راهو فيها.